السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق. نبدأها بالعناوين. محافظ بنك السودان المركزي يحيى حسين جونغول يتقدم باستقالته من منصبه. فرنسا تبدي استعدادها لتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحسين نسل الضأن. ترتيبات لافتتاح بورصة سوق محصولات النهود بغرب كردفان السبت المقبل. أهلا بكم مشاهدينا. دفع محافظ بنك السودان المركزي يحيى حسين جونغول باستقالته من منصبه بحسب ما أورد موقع باج نيوز. وبحسب خطاب اطلع عليه الموقع، فإن جونغول أشار إلى أن فترته في البنك المركزي شهدت معالجة أزمة الأوراق النقدية التي أضرت كثيرا بالمواطن وكانت وصمة سالبة في حق البنك وموظفيه، وتم وضع الإطار الأساسي السليم لمعالجة بقية المشاكل المتمثلة في عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم. وقد عين يحيى حسين جونغول محافظا للبنك المركزي في 30 مايو الماضي بقرار صادر من المجلس العسكري الانتقالي، وسعى إلى نائب البنك على التأثير السياسي والحفاظ على الاستقرار والالتزام بالقوانين واللوائح. اتفقت وزارة الثروة الحيوانية واتحاد غرف منتجي الدواجن على اتخاذ جملة ترتيبات من أجل تطوير قطاع لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير. وأعلن وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله استعداد الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير القطاع والنهوض بالإنتاج. وأشار الوزير إلى توفر البنيات التحتية التي ستسهم في زيادة الإنتاج الحيواني، كما بحث الاجتماع القضايا التي تواجه قطاع الدواجن بالسودان. الدواجن نحن كحكومة مستعدين نقعد معاكم ونشوف كل العقبات الممكن إحنا نذلله بنذلله لكم إن شاء الله، من أي لأنه الدواجن دارين يكون الغذاء الاستهلاك الأول للإنسان في السودان، الإنسان السوداني عموما كده، وزي ما قلت دايما نصدر. التصدير والحمد لله في البنيه التحتيه حقت الطرق بدل زي ما قلت في السودان، الطرق يعني منتشره وحتنتشر بصوره اكثر، عشان كده احنا مستعدين انه نقعد معاكم ونذلل كل العقبات اللي بيخلي انه قطاع الدواجن يكون للصادر لمعظم الدول ان شاء الله ان شاء الله. من جانبه كشف اتحاد غرف منتجي الدواجن عن مشكلات تواجه القطاع بالبلاد ابرزها توفير العلف، واقترح عضو اتحاد غرف منتجي الدواجن احمد عباس تخصيص قدر من صادرات الذرة للدواجن لاستخدامها كأعلاف. وأننا في حاجة ماسة إلى مخزون استراتيجي من الذرة ومن الأنباز، وديل بيمثل 70% من الأعلاف للدواجن. وبنفتكر أنه يعني لو حسبنا حساب صادر الذرة وصادر الأنباز لو حولناه إلى دواجن بنفتكر أن السودان بيربح أكثر. وده أفتكر الشعار الآن مرفوع بأنه والله يا أخواننا ما نصدر خام بل نصدر منتجات نهائية، وده أفتكر الشيء الأساسي أن نحن الوزير أمن عليه، وحقيقة فتح لنا أبواب الوزارة، ونحن إن شاء الله حنظل في تعاون مع الوزارة حتى نصل إلى غاياتنا بإذن الله تعالى. أبدت فرنسا استعدادها لتنمية قطاع الثروة الحيوانية وخلق فرص كبيرة في مجال تحسين نسل الضأن. وبحث وفد شركة فولتيرز الفرنسية للحلول المتكاملة مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله المساعدة في الدخول في الصناعات التحويلية للجلود. وأمن اللقاء على الإسراع في إنفاذ مشروع نسل الضأن الصحراوي بالسودان. وقال أحمد إبراهيم عضو وفد الشركة إن تعاون ودعم الوزارة تكلل بنجاح التجربة التي أدت إلى تحسين اللحوم في زيادة إنتاجها وجودتها إضافة إلى تحسين الجلود، مؤكدا أن هذه التجربة في طريقها للتطبيق بغرض الصادر. وأشار إلى اهتمام الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، خاصة تحسين نسل الضأن الصحراوي بالسودان. تعهد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس بأن يكون تدشين مشروع قطار ولاية الخرطوم الخطوة الأولى في الحلول الأنية التي تتخذها الحكومة لحل أزمة المواصلات بالخرطوم. وتضرب ولاية الخرطوم أزمة مواصلات حادة بجانب انعدام الرقابة في محطات النقل. وأكد مانيس في احتفالية تدشين مشروع القطار استمرار جهود الحكومة لتقديم الخدمات وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، متعهدا بمزيد من الإنجازات. من جانبه أوضح وزير ديوان الحكم الاتحادي رئيس اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد يوسف آدم الضي أن المرحلة الأولى لحل أزمة المواصلات تقوم على وضع الحلول الآنية والمتوسطة وطويلة المدى، ومن ثم وضع استراتيجية للمواصلات العامة بكل أنحاء البلاد، معلنا نقل المواطنين مجانا في الأيام الثلاثة الأولى لبداية عمل قطار ولاية الخرطوم.
قال والي جنوب دارفور هاشم خالد إن نجاح الموسم الزراعي بالولاية سيكون له دافع كبير في معالجة مشاكل الاقتصاد القومي من خلال الإنتاج الوفير الذي تحقق للمزارعين من مختلف الحبوب الزراعية خاصة محصول الفول السوداني. وأوضح محمود في احتفال الولاية بعيد الحصاد الذي يقيم في محلية السلام أن تقدما كبيرا تحقق من الخطط الزراعية التي وضعت، بحيث تجاوزت المساحات المزروعة 9 ملايين فدان، وذلك بفضل الترتيب الجيد لوزارة الإنتاج مبكرا، معلنا عن قيام ورشة لتقييم الموسم الزراعي للوقوف على الإيجابيات ومعالجة السلبيات مبكرا، إضافة لحل مشكلة المراحل والصواني بصورة نهائية تفاديا لأي احتكاك بين الرعاة والمزارعين. ونقول لأهلنا وأخواننا في المجلس السيادي ومجلس الوزراء بإذن الله سبحانه وتعالى، أنتم ورثتم من العادة السابق أزمة اقتصادية حادة جدا بعاني منها أهلنا في كل السودان، لكن إن شاء الله المخرج والحل لهذه الأزمة إن شاء الله يبدأ اليوم من ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الخير وتدشين يوم الحصاد أشوفناه الليلة إن شاء الله. من جانبه أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية حسين عمر عن قيام صندوق لتوفير كافة احتياجات التقانة الزراعية للمزارعين بالولاية. خطتنا في المستقبل إن شاء الله هي نقل التقانة لكل من يطلبون الاستفادة من الآليات الزراعية، وهنالك خطة تعمل على تنفيذها الولاية اللي هي نقل التقانة بواسطة قيام صندوق دوار إن شاء الله لنقل التقانة، والذي يستطيع أن يوفر كل الاحتياجات التي يطلبها المزارعين الإخوة في الأجهزة التمويلية، خاصة البنك الزراعي مطلوب منهم بعض الإجراءات التي تسهل للمواطن كيفية الاستفادة مما توفره كسقوفة بتاع التمويل للمزارعين. تتأهب بورصة سوق محصولات النهود العالمية بولاية غرب كردفان لافتتاح موسم المزاد الجديد يوم السبت المقبل، ويتوقع أن تشهد أسعار المحاصيل هذا الموسم ارتفاعا ملحوظا يحفز المنتجين على زيادة الإنتاج ويعمل على تشجيع عملية الصادر. كمية كبيرة من وارد المحصول تستقبلها بورصة محصولات النهود يوميا مع بداية موسم الحصاد، فالإنتاج الوفير للمحصولات هذا العام وبحسب منتجينا لم تشهده المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات. حاليا المحصول ما شاء الله إنتاج عالي، يعني خلال السنوات الأخيرة العشرة دي ما حصل إنتاج بالكمية والنسبة اللي حصلت السنة دي، ولكن بتواجهنا بعض المشاكل في الحصاد. حاليا الحاصدات الموجودة في المنطقة دي ما بتكفي. الأسعار كويسة لكن دايرين زيادة أكتر، لأن تكلفة الزرع صعبة والله. أسعار المحاصيل هذا الموسم يتوقع أن تشهد ارتفاعا كبيرا من شأنه أن يشجع المنتجين على زيادة الإنتاج، كما أن الموقع المميز للبورصة وسلاسة إجراءات التسويق تشكل محفزا جيدا للمتعاملين مع السوق. وسوق محصولات النهود هو يتوسط منطقة إنتاج في المحاصيل، ومن ميزات هذا السوق هو يعتبر زي ما قلت في وسط منطقة إنتاج، وأيضا كل المحاصيل الواردة في هذا السوق تعتبر من أجود أنواع المحاصيل. شركات وطنية وعالمية لصادر المحصول تتعامل مع البورصة وتقدم خدمات مقدرة تسهم في تطوير السوق وتسهل من عملية التصدير. نحن هنا مشترين أساسيين في بورصة سوق محصولات النهود، ومن أكبر الشركات الشغالة في البورصة هنا، يعني عملنا هسه هناكر كبيرة جدا يمكن في ولاية غرب كردفان كلها ما في، وعندنا فكرة برضو ننشئ مصنع هنا عشان يكون صادر من هنا من النهود طوالي لخارج السودان إن شاء الله. وتوفر بورصة سوق محصولات النهود العالمية خدمات جيدة لعملائها تتمثل في خدمة الميزان الآلي والمواصفات والمقاييس ونقطة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى خدمة النافذة الموحدة للتحصيل. الآن سعر قنطار الفول الخام أكثر من 1500 جنيه، وكذلك السمسم أكثر من 3000، والسمق أكثر من 4000. هذه أنا أفتكر أنها هي أسعار جيدة ومحفزة، خدماتنا موجودة كلها، بالإضافة للمغريات والتشجيع الصادر من داخل البورصة اللي هو بنسبة 20% من الكمية المقررة حسب القانون طبعا.
وتعد بورصة محاصيل النهود أكبر سوق للمحصولات على مستوى البلاد، والتي تشهد هذه الأيام تدفقا ملحوظا لوارد المحصولات مع بداية موسم الحصاد، مع تفاؤل كبير من التجار والمنتجين بارتفاع أسعار المحصولات. سعدية أبو البشر، الشروق، ولاية غرب كردفان، من داخل بورصة محصولات النهود. أجاز مجلس وزراء حكومة نهر النيل موجهات موازنة الولاية للعام المقبل والجدول الزمني المقترح لمشروع الموازنة. وقال والي الولاية عبد المحمود حماد إن موجهات جاءت وفقا لمرتكزات الموازنة الاتحادية وموجهات الوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية بجانب أهداف الألفية التنموية. وأكد الوالي على أهمية مشروع الموازنة في هذه المرحلة، مؤكدا حرصهم على إعداد موازنة طموحة وواقعية تلبي تطلعات مواطني الولاية. هذه البرامج وضعت وهذه الموجهات وضعت واستصحبت معها عدد من الموجهات، وعلى رأس هذه الموجهات استدامة السلام ومعاش الناس وبرامج التنمية الاقتصادية ومعالجة قضايا الخدمة المدنية ومعالجة التشوهات الاقتصادية. إلى ذلك، كشف والي نهر النيل عبد المحمود حماد عن موافقة وتفهم الحكومة الاتحادية بزيادة حصة الولاية من الدقيق، مؤكدا أن استجابة المركز تمت بناء على الأوضاع الاستثنائية للولاية. ناقشنا مع الإخوة في المركز مطلوبات الخبز في هذه الولاية التي تعتبر هي ولاية عبور وبها ما يزيد عن 2 مليون معدن، وكل الناس في غدوهم ورواحهم للبحر الأحمر وللشمالية يأتوا عبر هذه البوابة ولاية نهر النيل. الإخوة في اللجنة الاقتصادية والإخوة في وزارة المالية غدروا ذلك ويعني توافقوا معنا توافق كام بأن هذه الحصة يعني هي يعني ليست بالقدر الكافي. وتتابعونا في جولتنا الاقتصادية بعد قليل. أسعار النفط الخام توالي الانخفاض لليوم الثالث مع زيادة مخزونات النفط الأمريكية. أهلا بكم من جديد مشاهدين، نعود لنواصل جولتنا الاقتصادية وننتقل بعد الفاصل إلى أسواق المال والأعمال. انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث اليوم الأربعاء، في الوقت الذي عززت فيه زيادة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشان نمو اقتصادي عالمي باهت، بينما انحسرت الآمال في أي تحرك على جهة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 60 دولار و 71 سنتا للبرميل، منخفضة 20 سنتا. وتراجع برنت 3.8% على مدى الجلستين السابقتين. أما الدولار الأمريكي فقد ارتفع اليوم، وتراجعت العملات المنكشفة على التجارة بعد تهديد الرئيس الأمريكي بتصعيد الحرب التجارية، إضافة لإدانة الصين إجراء من جانب مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ. ونزل اليوان الصيني إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين في المعاملات بعد 4 أيام من الانخفاض. ارتفعت أسعار الذهب مع تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% للأوقية. وهدد الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بيجين، في الوقت الذي أقر فيه مجلس الشيوخ تشريعا يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ. مشاهدينا، في ختام جولتنا الاقتصادية نذكر بالعناوين. محافظ بنك السودان المركزي يحيى حسين جنغول يتقدم باستقالته من منصبه. فرنسا تبدي استعدادها لتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحسين نسل الضأن. ترتيبات لافتتاح بورصة سوق محصولات النهود بغرب كردفان السبت المقبل. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا، قدمناها مع زملائنا من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق.net. في أمان الله.